أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل علي ألف ألف أيضا من أسئلتي يقول: يا شيخ حبيبكم الله، أنا أقرأ في كتب الحديث ويمر علي حديث حسن غريب، ما معنى هذه العبارة؟ هذه من عبارات الترمذي رحمه الله، حسن صحيح حسن غريب، يعني ورد من طريقين، طريق صحيح وطريق حسن، أو من طريقين، طريق غريب وهو ما تفرد بروايته واحد في أصل السند، وطريق غير لم يتفرد به واحد فيكون غير يكون عزيز أو مشهور أو متواتر. نعم.